ازيكم يا جماعة؟ اهلا بيكم في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم على موضوع يمكن يبقى ممتع جدا ليكم، لان موضوع ناس كتيرة اكيد بقى لها فترة بتستفسر عنه، اللي هو المشروبات الغازية، خصوصا المشروبات الغازية الدايت. هل هي مضرة فعلا ولا ممكن عادي ان انت تدخلها في الدايت بتاعك بكميات طبعا معتدلة يوميا؟ طيب خلينا ناخدها واحدة واحدة قبل ما اخش لك في الموضوع التقيل اللي هو الدايت بيبسي والاسبارتام وايه العلاقة، هل هو فعلا ممكن يسبب او يزود نسبة السرطان وكل الكلام ده. هنتكلم واحدة واحدة. ايه هو اول حاجة؟ المشروبات الغازية. المشروبات الغازية مجرد كربون دايكسايد بيدوب في المية مع ضغط، مع بريشر. كربون دايكسايد اللي هو اعتقد ثاني اكسيد الكربون، بيدوب في المية مع ضغط عالي، وهو ده بيعمل المشروب الغازي. فخلينا نتفق من الاول ان المشروبات الغازية العادية اللي هي زي مية البيري اللي هي ما فيهاش اي سكريات او سكريات مصطنعة، دي عادي جدا ما بتعملش اي حاجة. لكن في تعليق بسيط بالعقل كده، المشروبات الغازية فعلا ممكن تسبب لك غازات وانتفاخ. ده حاجة اصلا مش محتاجة ولا بحث ولا اي علم ولا اي حاجة من الحاجات دي. لو انت قاعد بتزرط اليوم كله ورحت شارب ازازة بيري، هتلاقي نفسك بتزرط اكتر. او لو انت مثلا معدتك فيها انتفاخ وقاعد بتتكرع، هتيجي انت ساعات اصلا فاهم لما تيجي تبلبع في اكل عايزك تشرب لك بق سيفن، ليه؟ عشان تروح مديها ايه تكريعة حلوة كده وتسهل العملية يعني. فدي يمكن تكون حاجة او يعني سايد افكت كده من المشروبات الغازيه، بسيط جدا بس ممكن تعيش بيه عادي ومش هيعمل لك اي مشاكل غير لو انت اصلا معدتك مش تمام يعني. فدي المشروبات الغازيه. دلوقتي هنخش بقى في المشروبات الغازيه اللي هي زي سبرايت وفانتا وكوكاكولا وكل الحاجات دي. البحث الرئيسي اللي اتعمل بخصوص ان المشروبات الغازيه زي البيبسي والكلام ده ان هو بيسبب هشاش في العظم، البحث ده اتعمل في سنة 2006، وكان بحث غريب جدا. حاسب لك اللينك بتاعه عشان انت بقى تقعد تعيش حياتك فيه، مش هقعد بقى اقوله على الفيديو، لان لاحظت ان برضو من الفيديوهات اللي فاتت الناس اصلا ما بتفرجش الفيديوهات بالكامل، وغالبا الاغلبية عايزين الناس عايزة تسمع الحاجة اللي هي هتبقى ملائمة معاهم هم في حياتهم هم. يعني لو واحد مثلا بيحب البيبسي وعايز يسمع ان البيبسي كويس، لو واحد مثلا ما بيحبش البيبسي، او مثلا لو اب عايز يخلي ابنه يوقف ان هو يشرب بيبسي، فعايز يسمع الحته اللي انا بقول البيبسي فيها مضر. فعشان كده مش هخش في تفاصيل واحاول الخص لكم الدنيا. البحث الرئيسي اكتشفوا ايه؟ الناس اللي شربت كولا نسبه الكثافه بتاعه العظم قلت ب 4%. طبعا ده على زمن يعني، مش في اسبوع او في شهر يعني. لكن ما حصلش نفس الحاجة مع المشروبات الغازية التانية، وحتى هما بيقولوا سبرايت وفانتا وكل الكلام ده، وما فهموش ليه. بس دي حاجة المفروض انت تبقى عارفها او تستفاد منها من الفيديو ده، ان الكولا فعلا ممكن تسبب مع الوقت هشاشة خفيفة في العظم. وانت حتى هتلاقي في يعني انت لو دخلت وريت البحث هتلاقي نفسك، هتلاقي هما اصلا بيقولوا it is not clear why، يعني مش فاهمين ليه الكولا هي اللي ممكن تسبب هشاشة في العظم لكن المشروبات الغازية التانية ما بتسببش الموضوع ده. من الحاجات اللي شكوا فيها ان ممكن تبقى الكافيين، انا ما اعرفش انتوا تعرفوا ولا لا، بس لو قريت في البيبسي او في الكوكاكولا من ورا هتلاقي فيها الكان فيه كافيين، ممكن تقريبا 48 45 او حاجة زي كده ميلي جرام كافيين في الموضوع. ولو انت ما تعرفش، الكافيين بيتعارض مع امتصاص الكالسيوم في الجسم. يعني لو انت بتاكل اكله فيها كالسيوم المفروض ان انت تستفاد من الكالسيوم ده، ولكن شربت معاه مشروب غازي كولا او اي مشروب غازي فيه كافيين، الكافيين هيتعارض مع امتصاص الكالسيوم من الوجبه دي بالذات. شويه علماء قالوا ان ده بسبب الفوسفور، فوسفوريك اسيد، لكن اخر بحث نزل عن الموضوع ده ما لقوش اي علاقه ما بين الفوسفور اللي هو فوسفوريك اسيد وهشاشه العظم خالص. مفيش اي ايفيدنس ان الاثنين دول ليهم اي علاقه ببعض. فهما مش متاكدين ليه ان ليه اشمعنى الكولا سبب المشكله دي. في بقى قبل ما اخش لكم في البيبسي دايت في حاجه تانية لازم انا اقولها لكم، السكر. انا رايي غالبا ان السبب في الموضوع ده السكر، كميه السكر اللي في الكولا. السكر في الكولا بيبقى تقريبا اكتر من السبرايت. الفانتا فيها برضو سكر عالي جدا
بس ما سببتش اي نوع من هشاشة في العظم او نزلت نسبة كثافة العظم في البني ادم. بس كده كده السكر مش كويس ليك، والسكر طبعا مع الوقت، انت لو اي حد لا سمح الله عنده سرطان، اول حاجة الدكاترة بتقول للشخص قبل ما يدخلوا في موضوع الكيمو وكل ده، او لما يجي يعملوا الكيمو ثيرابي وكل ده، في حاجة في الدايت بتاعهم لازم يظبطوها، ما ياكلوش اي سكر، لان السكريات بتعتبر اكل للخلايا السرطانية. كل واحد متفق في النقطة دي، كل واحد عارفها، ما فيهاش اي نقاش. فالداي او فالمشروبات الغازية من ناحية السكر مش كويسة بسبب الموضوع ده. بس برضو احنا مش هنشرب جالون بيبسي كل يوم، احنا بنتكلم في كان او كان ونص او نص كان في اليوم. فهل انا شايف ان في مشكلة في الموضوع ده؟ لو الكالوريز، لو السعرات تسمح لك، يعني في الاول وفي الاخر الفيديوهات دي كلها احنا بنعملها ليه؟ عشان يبقى جسمك شكله حلو وان صحتك تكون كويسة. واغلبيه الناس بتتفرج عشان جسمهم يبقى شكله حلو، مش موضوع يعني مش بس الصحه يعني، بس انا يعني من اللي انا بشوفه الاولويه في الفيديوهات الفيتنس ان واحد عايز يظبط جسمه ويخلي شكله جسمه حلو. فلو السعرات مناسبه ليك ان انت تدخل في يومك 40 جرام سكر، ممكن تبقى 50 جرام سكر، انت كده دخلت في 200 سعره. لو الدايت بتاعك هيسمح لك ان انت تدخل السعرات دي زياده كده، فماشي، مفيش اي مشكله بالنسبه لك يعني. بس لو انت بتحاول تخس دهون، ما انصحكش ان انت تشرب مشروبات غازيه اللي هي فيها سكر كامل، بالذات لو انت بتحاول تخس. مش بس موضوع السعرات، بس ان كمان المشروبات الغازيه اللي فيها سكر عالي ده بيعلي لك الانسولين جامد، وانا شرحت لكم مليون مره السبايك او القفزه في الانسولين بتعمل ايه، ان انت بتخليك تمسك بتحبس دهون اسرع. فبالذات بقى لو انت بتاكل وجبه فيها دهون كتيره وبتشرب مشروب غازي فيه سكر كتير، طلعت الانسولين هتحبس بقى، تتاكد لك ان هي هتحبس كل الدهن اللي انت بتاخده من الوجبه بتاعتك. فدي اول نقطه، احنا كده خلصنا المشروبات الغازيه العادي اللي هي زي البيري والميه، اي حاجه مشروب ما فيهوش سكر يعني غازي. وبدأنا دلوقتي دخلنا على المشروبات الغازيه اللي فيها سكر. ايه مشكله السكر وايه مشكله الكولا مبنيا على البحث اللي هو الرئيسي في الموضوع ده. دلوقتي بقى اخر حاجه اللي هي الدايت بيبسي، اللي هو او الدايت سودا عموما، يعني مشروب الغازي الدايت الاسبارتين. انا مش عايز احور كتير في الموضوع ده لان برضو في ابحاث كتيره، فبدل ما اقعد اخش في الابحاث هخش لك من نفس البحث الرئيسي اللي هي مؤسسه السرطان. معرفش لو انتوا كملتوا او بقيه الفيديوز بتاعتي بتاعت اللبن، بس الموقع ده اللي هو American Cancer Society، ده الموقع الرئيسي بتاع السرطان، كان بيقول ان هم يعني هم نفسهم بيقولوا ان في ابحاث كتيره بتقول ان اللبن مفيد جدا، في ابحاث كتيره بتقول ان لا ممكن يبقى مضر. فهم نفسهم ما كانوش عارفين في موضوع اللبن، كان الموضوع 50-50. لكن موضوع الاسبارتين، ريح نفسك وريح دماغك، المؤسسة بتقول ان ما فيهاش اي حاجة غلط. مش بس كده، لكن الـ FDA بتاع امريكا وبتاع اوروبا اللي هو المؤسسة بتاع تنظيم الصحة في الاكل، بتقول برضو ان ما فيش اي حاجة غلط في الاسبارتام اللي هي فيها السكرات المصطنعة يعني. في بس ده بخصوص يعني بنتكلم في مشاكل صحية كبيرة. هل في مشاكل صحية صغيرة؟ ان ممكن تبوظ لك الميكروبيوم بتاعك في امعائك. يعني ايه الميكروبيوم؟ انت في امعائك في بكتيريا، في بكتيريا كويسه وبكتيريا وحشه، وهما الاثنين عاملين توازن عشان اكلك يتهضم بطريقه كويسه. كتير قوي من الاسبارتام او السكريات المصطنعه لما تزيد بحد معين، وكل واحد عنده قابليه ان هو يستحمل كميه معينه، فلو انت زدت عن استحمال جسمك للكمية دي، فهيحصل امبالانس او عدم توازن ما بين البكتيريا الكويسة والبكتيريا الوحشة، وساعتها ممكن يسبب لك حاجة اسمها انديجيشن، اللي هو من الاخر امتصاص الاكل ما يكونش كويس جدا، او حتى الهضم بتاعك مش هيبقى كويس جدا. دي المشكلة الوحيدة. انا عن نفسي ما كانش عندي اي مشاكل في الموضوع ده، ناس كتيرة ما عندهاش مشاكل في الموضوع ده، لكن لو انت عندك IBS او حاجات زي مثلا مرض القولون او الحاجات دي، ممكن
يعني تأجريفيت الموضوع شوية يعني، يعني ممكن تخلي الموضوع يضايقك سنتين يعني. طيب امتى بقى ممكن تشرب مشروبات الغازية دي في الدايت بتاعك، او امتى انا كمدرب بحط الدايت بيبسي في البروجرام بتاعي؟ احسن مكان تاخد الدايت بيبسي مع التشيت ميل. ليه؟ لان انا بحاول على قد ما اقدر برضو ان انا اوفر في سعرات عشان اديها لحاجة تانية. يعني مثلا بدل 200 سعرة في مشروب غازي، يا اخي اشرب مشروب غازي دايت وخد ال 200 سعرة دي استخدم بيها، اعمل بيها حاجة تانية عشان تشبعك. فدي فكرة الدايت بيبسي في البروجرامز. برضو الناس برضو يعني لما تيجي وهي على دايت بتبقى ساعات يعني حسب الدايت بتاعك، بس ممكن الدايت يبقى ممل والواحد ساعات ايه عايز يتهنى بشوية طعم حلو زي مثلا الدايت بيبسي، فدي برضو تبقى ملائمة ان انت تاخد دايت بيبسي في الدايت بتاعك بدل ما تشرب عصير مثلا بيبقى فيه في الكوباية الواحدة 26 او 35 جرام سكر. زيرو كالوريز زيرو كالوريز يا جماعة، وده قانون الثيرمودينامكس. ومفيش حاجة اسمها برضو ان الدايت بيبسي دي كانت اشاعة زمان، واظن انا حتى اتكلمت فيها قبل كده، ان الاسبارتيم او السكريات المصطنعة ممكن تخلي جسمك يفتكر ان هو سكر فيعلي من الانسولين. ده استحالة، لان اصلا الدايت بيبسي والحاجات دي اتصممت للناس اللي عندها السكر، فلا يمكن لا يمكن يلعب في الحاجات دي. يا اما كانت الدنيا هتبقى كارثة دلوقتي ومليون واحد بيخش كومة بسبب الموضوع ده. ولو في حاجة تانية ممكن ازودها في النقطة دي، هل في بديل؟ انا اتكلمت في اللبن، وجهة نظري كانت ان في بديل ليه. تخيلوا يا جماعة ان الترينرز توصل لمرحلة ان هي تطلع معلومات عشان تركب ترند، مش عشان تفيد يا عيني العميل اللي بيتفرج اصلا فيديوهات فيتنس عشان يحسن من شكل جسمه وصحته. غير الريسكس التانية اللي انتم ما اتكلمتوش عنها، حب الشباب، الاستروجين، الغازات واللاكتوز. طب ليه؟ الفكرة كلها ليه؟ انا كترينر عايز ادي احسن حاجة للعميل، طب ليه ادي له حاجة زي كده لما في بديل ليه ما فيهاش ريسكس، طعمها احلى وافيد للجولز بتاعته اللي هي اهم حاجة. كوباية اللبن فيها 8 جرام فات، 12 جرام سكر و8 جرام بروتين بس، 150 سعرة. بال150 سعرة دي ممكن اعمل بروتين شيك 25 جرام بروتين من واي ايزوليت، 7 جرام كارب من نص كاس فراوله، و2 جرام فات بس من حليب اللوز. تاخد انهي للسعرات بتاعتك؟ هسيب اللي هو كان كليب 60 ثانيه نزلته على الانستغرام ملخص كده على فكره ان ليه الواحد يشرب لبن لما في بديل. فهل هل في بديل للدايت بيبسي؟ في بديل للدايت بيبسي، وده انا بعمله ساعات في لما كنت بجهز بطولات، لان مش عايز اي حاجه خالص تأثر على البروجرس أو التقدم بتاعي. مش عايز أي حاجة تعمل لي غازات، مش عايز أي حاجة تعمل لي انتفاخ، مش عايز أي حاجة تأثر على معدتي، وعايز لما أخش الحمام موضوع يبقى كله تمام مية مية، مش عايز يبقى فيه أي مشاكل خالص أو مشاكل في الهضم. فكنت ببدل الدايت بيبسي ساعات غير في وجبة التشيت ميل، ببدل الدايت بيبسي ببي سي اي اي أو Essential Amino Acids. البي سي اي اي ملهاش اي لازمه قوي من غير الاحماض الامينيه التانية اللي تكمل السلسله، فانا افضل دايما بقول الاسنشال امينو اسيدز او الاي اي اي احسن. فلو تعرف منتج اي اي اي، انا عن نفسي بستخدم منتج ريدكون 1، الجرانت بتاعهم طعمه حلو جدا. لو انت عندك اي منتج تاني طعمه حلو بتاع اي اي اي، قلبه مع ميه، حط لك شويه تلج، شيليمو، وانجوي يا معلم ورايح دماغك. اتمنى الفيديو ده عجبكم، اعمل سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. وما تنسوش يا جماعه، او مش ما تنسوش، انا ما اعلنتش الموضوع ده غير على انستجرام، بس انا عامل حاجه اسمها فلاش سيل على البرامج المخصصه، وجددنا البرنامج بالكامل شكله. والعرض اللي شغال دلوقتي بدل 250، لا مش 170، 150، بس ده لمده يومين فقط. يعني غالبا بعد ما تتفرج الفيديو ده ب 24 ساعه هيكون العرض خلص. سايب لك برضو اللينك تحت في محتوى الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اوكي يا جماعه، من الحاجات اللي احنا عدلناها في البروجرام السبلمنتس والسكادجول، لان كان في ناس بتشتكي ان ساعات بيبقى فيه تو ماني سبلمنتس، وساعات بتشتكي الناس ان في سبلمنتس قليله جدا كانت عايزه حاجه اجريسيف اكتر شويه. فانا عملت لكم حاجه ظريفه، عملت لكم السبلمنتس واهميتها بالالوان. فانا بالنسبه لي مثلا اول خمسه دول، 1 2 3 4 5، دول اهم سبلمنتس في البروجرام، منها الواي بروتين، لاكتوز فري بتاع ريدكون 1، اوميجا 3، حتى كاتب لك اي براند، مالتي فيتامين كاتب لك برده اني براند، بري ورك اوت فات برنر على حسب الشخص ده، اللي هي دبل تاب من ريدكون 1، وكرياتين ممكن يبقى ريدكون 1 او حاجه ثانيه. هننزل تحت هتلاقي مثلا الالوان اختلفت، اللي هي الزرقاء اللي هي
السبلمنتس اللي متوسطه الاهميه: اسينشال امينو اسيد، ريل فود بروتين باودر اللي هي الام ار اي لايت من ريدكون 1، الكارنتين اي نوع برضو. وبعدين ننزل السبلمنتس اللي هي بالنسبه لي انا اقل اهميه، اللي هي ممكن تبقى شويه فيتامين زياده غير المالتي فيتامينز وحاجات تانية زي السبلمنتس الزياده زي ال11 برافو والهيلو.